بسم الله الرحمن الرحيم. احداث الشوط الثاني، حد النهارده يقول لي ايه اللي كان بيحصل في الشوط الاولاني؟ اقول له الدنيا كانت جميله جدا مع ممدوح زكي واصفرت عن 3 لا شيء. وسنبدا احداث الشوط الثاني. بيشا يبدا باول البدايه، اتقطع منه على طول غريب عمران. هل فريق شعبيات في الشوط الثاني هيغير الفكر؟ وادي ممدوح زكي نزل وتطلع الكوره ولسه الحقيقه ثاني اهو، ويلعبها على طول الجنايني، لعبه حلوه ناحيه اليمين، اتقطع على طول منه تاني ممدوح زكي، اتقطع منه ولسه وهو ولسه ويقف على كورته ويمسكها المنسي. يبقى المنسي نزل في شعبيات، وهنا ممدوح زكي نزل ايه في فرقته، لعبه حلوه هو رقم 9 حتى الان عامل قلق كبير جدا. ولسه غندي، يبقى احنا كده غندي جايب هدفين فين في فرقته. غريب عمران، حد يقول لي حصري، حد جاب لك حد دلوقتي ميه؟ اقول له مفيش حد جاب لي ميه. ام الصبح اقول له عايز ميه. حماده امام، غريب عمران ولسه وشريف وغريب. الله، الهدف الاول لشعبيات. قلنا هنا شعبيات مش هتسكت. ليه؟ هي حست الماتش هرب منها في الشوط الاولاني، ابتدوا يلموا نفسهم في الشوط الثاني وعرفوا اماكن بعض، وتصبح النتيجة 3-1. وادي ميدو نزل من شعبيات، وادي الكابتن احمد حماد عمال ينزل كل اللي عنده بيقول لهم انتوا لازم تكسبوا. هجمة على طول من نص الملعب، عجبني جدا. هو الله 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 عليك، قلت لكم خلي بالكم من الراجل ده، الراجل ده مش سهل، اللي هو رقم 9، الراجل عمل كل حاجه ودخل بهم للعمق وحطها على شمال منسي، وتصبح النتيجه 4-1. ايه يا ممدوح الزكي ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ حرام عليك، كفايه كل ده. امامنا على الشاشه 4-1. طب هنا حد يقول لي شعبيات هتعمل ايه؟ اقول له لسه في احداث الشوط الثاني كتير ولسه عندهم امل. غريب عمران يقف على كورته، شعبيات بتقف على الكوره كتير، ما هو ده اللي عامل برجله، كل واحد عايز يخش يجيب جون من اول الجون. غريب عمران ماشي، تتقطع منه تاني. غندي ماشي، بص على الكوره، بص اوبا، وتطلع في ايد منسي على طول. منسي لعبها كده، ما اعرفش لعبها ليه كده. اسامه يلعبها حلوه، تتقطع على طول لرقم 9، هتتقطع منه على طول. غريب عمر يلعبها الجنينه حلوه ولسه، وميدو يا ميدو لو انت كنت نزلت وجبت جون كنت دخلت التاريخ. قال لك انزل الراجل ده يمكن الامل فيه. غندي يلعبها للساير، تتقطع. غندي واحده كده حته شراب بتوع زمان ما جاتش، يلعبها غريب عمران، تتقطع وترجع على طول. بقى فيه الشوط الثاني تحس ان الريتم هدي شويه، المفروض شعبيات تبقى ايه؟ هجوم. شعبان تطلع الكره على طول في نص الملعب، يلعبها حلوه لاسامه الساهر، فنان جميل، يرجعها تاني. الحكم قال يرجع تاني ولا في حد مصاب ولا ايه؟ وادي الكابتن احمد حماد سعيد جدا النهارده بالمباراه، لان الراجل عامل حاجه جميله جدا وجاب الناس كلها بالحب والناس كلها فرحانه. حمدي امام ماشي في نص الملعب، يلعبها شعبان البغبغان، وادي الجمهور جميل جدا وفرقه المهرجات منوره طبعا. وادي احمد حسين نزل هنا، بقى يقول لنا الدمعه صعبه ولا يقول لنا ايه؟ رقم 7 احمد حسين امامنا على الشاشه، الراجل واقف اهو، حتى لو غناها للمدافع قال له الدمعه صعبه ولا حاجه ممكن يحن عليه ويسيب له الجون. يلعبها على طول اجمل منسي، يلا يا منسي وتتقطع من منسي. يلعبها اماميه طويله واثنين على واحد ولسه وهو، ويا راجل يا نهار ابيض مش ممكن، غريب عمران شال جون ما يتشالش. وادي طبعا النجمه فريده في المدرجات منوره الدنيا، حاله جميله جدا معموله تحت رعايه الكابتن احمد حماد. تطلع الكوره بره الملعب، بيتعزموا على بعض منه يروح يجيب الكوره. حمدي امام يلعبها لشريف، شعبان على طول، شعبان
عنده احمد حسين، هو الراجل احمد حسين عمال يدور على الكوره، وقف احمد حسين على كورته. يلعبها على طول اماميه حلوه في نص الملعب، تتقطع منه، هجمه مرتده، هجمه مرتده. وادي طبعا الكابتن اسلام الرئيس امامنا على الشاشه، وادي الفنانه نجوان، حاجه جميله جدا. الناس كلها جاءت تشاهد المباريات والناس كلها فرحانه. وهجمه وتطلع بره الملعب اوت. وادي ابو لبن زعلان بيقول له راجل ما انا واقف في نص الملعب لوحدي، قال له يا راجل سيبني اجيب الهدف الخامس. وادي شعبان بيقول لهم ايه، انا عايز اطلب التغيير ولا ايه؟ وادي اتقطع منه وياخدها على طول. شريف يلعبها حلوه في نص الملعب ولسه وتتقطع، وهجمه مرتده، وابو لبن تتقطع من ابو لبن. وادي محمود سمير طلع، واضح ان في اصابه. وادي الشاشه امامنا حضراتكم، جاي محمود سمير، ابو لبن. وادي جت تاني، اقول المخرج زي ما يكون سامعني وقال لي ايه هجيبه لك تاني. هوبا، وايه حسبها ايه؟ حسبها جون. يا نهار وادي ابو لبن، يا نهار ابيض، مش ممكن. بص الراجل بيعمل ايه، بص الراجل اسامه السار بيعمل ايه، جابها بكعبه كده، يا نهار ابيض، مش ممكن. الهدف الخامس، والراجل بيقول ده رايح اعمل ايه تاني، اجيبها. وادي محمود سمير، الراجل شق من هدومه وقلع التيشيرت يا راجل. مش ممكن. 5-1 ممدوح زكي، 5-1. وادي غريب عمران، والمخرج مركز مع مين؟ ولا هدف الثاني، الهدف الثاني لشعبيات، يحطها كده عين الرجل زعلان الجنايني. النهارده حد يقول لي الماتش ده يا حصري، اقول له الماتش ده يعني مش عايز اقول شعبيات لسه مش موجوده ليه؟ لان المفروض كانت النهارده فريقها عارف بعضه وعملوا معسكرات مع بعضه. وادي بيشا ويقع. حد يقول لي ليه ما جاتش النهارده؟ اقول لا، هي جت فعلا، بس الناس ايه، ما عندهاش اللي يخلص. المفروض النهارده شعبيات دي تخلص النهارده المباراه، لان الناس عملت معسكرات كتير. تطلع الكوره بره الملعب، يلعبها على طول حسام، تديت على الكوره على طول، وهوبا وتطلع بره الملعب قوي. هنا اللي قلت عليه ان اللعيب ما بايه، ما بيحاولش يسند مع لعيب تاني، كل واحد عايز يجيب جون يقول لنفسه ايه انا جبت جون، ويقول للكابتن احمد حماد شفت انا اللي جبت لك وانا اللي كسبت. لا، ما هو انا ما فيش كده، وبدليل النتيجه ايه، 5-2. لو كان في روح التعاون من البدايه كانت الدنيا. وادي طبعا فيفتي والسادات ومولعين المدرجات فوق. وادي الفنانه فريده طبعا في وسطهم فرحانه جدا. وادي اهو فيفتي والسادات، وهجمه ولا هدف الثالث، يا نهار ابيض، مش ممكن. وده اللي احنا بنقول عليه، ان لسه حد يقول لي حصري انت قلت لسه في البدايه، اقول له اه، لان لسه طالما في احداث الشوط الثاني والكوره ما فيهاش كبير. وادي الهدف الثالث، تصبح النتيجه 5-3. يا مش ممكن. وادي الكابتن احمد حماد واقف بره، الراجل بيقول لهم يعني اعملوا اي حاجه في الدقيقتين دول الاخرتين يمكن. وادي 5-3 امامنا على الشاشه، ياخدها حلوه في نص الملعب، غاندي وياخدها غاندي لجوه، يقف على كوره دوخ علي الجنايني، غاندي ترجع الكوره حلوه ويخش عليه غريب عمران الجنايني. وادي الدنيا ولعه في المدرجات اهيت، فيفتي والسادات اهو، فيفتي والسادات كالعاده مولعين الدنيا. تطلع الكوره اماميه طويله ويخدها على طول غاندي، اسلام الترك حته كعب كده، راجل ما بصش مين اللي جاي من وراه، يلعبها هجمه ولسه، وتطلع الكوره بره الملعب قوي. الشوط الثاني يا جماعه الدنيا في شعبيات ولعت ليه؟ لان الناس كلها عرفت بعض، وتطلع الكوره بره الملعب قوي. لو كان اشتغلوا على الشغل ده في الشوط الاولاني كانت النتيجه تبقى اكثر من كده، وتطلع الكوره بره. هنا ممدوح زكي ابتدى يقلق، ليه؟ لا، شعبيات ابتدت تصحى، هي كانت نايمه في الشوط الاولاني ولا ايه؟ اقول له ايوه. وادي ممدوح زكي الراجل ابتدى ايه، توتر، قال لك ايه اللي بيحصل ده؟ ده فريق تاني اللي نزل ولا ايه؟ 5-3 في احداث الشوط الثاني. حسام، ادي امامنا ممدوح زكي ابتدى يتوتر، يلعبها حلوه تطلع بره الملعب قوي. حد يقول لي طب فين الكلام ده كان من زمان؟ اقول له الناس كلها كانت بتعتمد على كل واحد عايز يجيب جون، اما عملوا روح التعاون الاهداف جت. 5-3 اعزائي المشاهدين في كل بيت. حمدي امام لعبه حلوه جدا لغريب عمران، غريب عمران طويله في نص الملعب تتقطع، وياخدها غندي وتطلع بره الملعب اوت.
غاندي ابتدى اللياقه بتاعته تقل. كان الشوط الاولاني كانت الدنيا حلوه وهجمه مرتده ولسه 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 الهدف السادس. لسه بقول ايه الناس رتمها قال ولا ايه؟ الراجل قال لي لا حصري احنا لسه صاحيين وهنجيب الهدف السادس. وتصبح النتيجه 6-3. وادي ممدوح زكي هوبا مش ممكن ايه هو اللي بيحصل ده؟ ما حصلش قبل كده في اي مباراه. الناس ايه كانت نايمه هنا ولا صاحيه هنا؟ وادي ابو لبك كان لسه الراجل نازل ما تعرفش الدنيا ماشيه ازاي. وادي 6-4 يا نهار ابيض مش ممكن. الناس مستعجبه في المدرجات. الناس اللي دوبك يعمل هجمه من هنا يلاقي حط جون. 6-4 حبايب الكرام في كل مكان. ممدوح زكي وشعبيات المباراه على صفيح ساخن رايحه وجايه. حد يقول لي يا احمد حصري انت توقعاتك مين اللي هيكسب؟ اقول له باللي انا شايفه ده ما اعرفش حتى الان. تطلع الكوره لغندي، غندي وهو جون ويقف على كورته ايه؟ حسبها اوف سايد. والحكم هو بيتكلم مع الحكم الثاني. وادي بيشا متوتر. ما هو التوتر ده بيشا وادي هيديك انذار ليه؟ ما هو ده اللي انا قلت عليه. الراجل بيشا همته كله عايز يعمل مشكله مع الحكم. كلمه في الشوط الاولاني الراجل قال له لا برضو انا هعترض. قال له طب خد انذار بقى طالما انت بتعترض. بيشا 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 خدها على طول اتقطع منه. غندي غندي اتقطع على طول. حمدي امام يلعبها حلوه للجنايني على طول ولسه وشعبان تطول منه وهتطلع بره الملعب قوي. يلعب على طول كره اماميه طويله لغندي وقفه حلوه واتنين دخلوا على بعض. يا نهار ابيض مش ممكن. يلعبها حلوه في نص الملعب. اسامه الساهر اسامه تطلع منه. الساهر اتقطع على طول منه. شعبان البغبغان يلعبها للجنايني حلو قوي بيدور على هو غريب عمران هوبا غريب 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 ولسه غريب. يا غريب يا غريب يا غريب انت فين من زمان يا غريب؟ ويحرز الهدف الخامس. الراجل عمل كل حاجه في الكوره خدهم كلهم لففهم حوالين بعض ويحرز الهدف الخامس. وتصبح النتيجه 6-5. وفي هذه اللحظات تمتلك صفاره حكمنا الدولي بفوز ممدوح زكي 6-5. وهذه الفرحه. وكان معكم احمد الحصري والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.